قصتنا اليوم اكيد التحالف من اجل النادي الافريقي على صفحته في فيسبوك نادى لطخه جديده من احباء النادي الافريقي من اجل خلاص ديون 12 مليار ونص اللي طالب بهم النزاعات في الفيفا وتأهيل المنتدبين الجدد. تفاصيل على اللطخه هذه باش ناخذوها في المباشر من عند رئيس التحالف الدكتور محسن ترابلسي. دكتور اهلا بك. مرحبا بكم، مرحبا بالساده المستمعين. مرحبا يا دكتور. باهي، لو كان توضح لنا شنو هي اللطخه هذه وشنو هي البادره اللي عملتوها هذه جديده دكتور. هو البادره تعرف هو طلب جماهير النادي الافريقي طلبوا فينا، قالوا لنا اليوم يشوفوا اللي فما كيما نقولوا الطريق كانه مسدود بالنسبه لخلاص الديون، يراو هكا احنا توا الناس الكل ما نعرفوش لان دراها باش الديون باش تخلص ولا لا، ولذا الجماهير تحب تستبق الحدث يعني قبل ما تزيد، خايفين من تقع الناس كارثه ولا اللي هو، دونك يطالبوا فينا باش نتحملوا المسؤوليه في التحالف. ولذا بداوا يبادروا يعني بال كيما نقولوا احنا بالتبرعات نتاعهم الجماهير هذه الكل، كل قدير وقدر قاعدين توا من الصباح لتوا يعني قاعده الفلوس داخله. وقالوا لنا كان من هنا الغدوه يعني ما فما شيء، غدوه باش يبداوا يعني كيما نقولوا في اللطخه يسموها لطخه الانقاذ، اللطخه الكبرى اللي يحبوا يسميوها. اش معناها كان فما شيء دكتور؟ احنا موجودين باش نكونوا محل ثقه نتاع الجماهير هذه. دكتور اش معناها كان فما شيء؟ قلت كان فما شيء من هنا الغدوه. يعني ما فماش كيما نقولوا احنا يعني ما فماش ريبونس يعني توا نستناو نترى باش يقع تاهيل اللاعبين هذوما، يعني تشوف انت النادي الافريقي قاعد الفريق ينهار تدريجيا والخلاء يعني والديون الناس الكل ماش عارفه خلصت ما خلصتش، حتى حد ما عنده الاجابه لتوا. وهو مو تعرف النادي الافريقي ملك جماهيره، يعني الجماهير العريضه هذه تحب اليوم تلقى حل للنادي نتاعها، دونك ولاو متحيرين على مستقبل النادي. يعني من هنا اليوم ان شاء الله كان خلصت الناس الكل ترتاح. اليوم احنا في كيما نقولوا في وضعيه صعيبه برشا. حسيت كانك عندك اخبار انه فما خلاص اليوم، انا شك عندك اخبار هذه يا دكتور؟ والله ماذا بيا اش خاصة، انا نبدا اول انسان فرحان يعني اليوم. فهمني؟ نبداو فرحانين. وحتى كان خلصت الفيفا واحنا لمينا الفلوس هذه يعني نوعد الجماهير باش تمشي زاده في بقعتها ونعملوا بال بنيه تحتيه للفريق. يعني ما عندناش حتى اشكاليه. اليوم يعني الجماهير قاعده متحيره، ما نعرفش انت عندك كان عندك الفكره اللي خلصت انا تفرحني تو. اي سي محسن قلت لي عندكم بدات تدخل فلوس، نجموا نعرفوا قداش المونتون دخل اليوم؟ والله اليوم يعني على خاطر احنا عندنا زاده من قبل مدخلين شويه، اليوم يعني خلصنا محسوب ال 194 هكا على حسب العداد اللي عندنا 194 مليون على حسب البوابه الرقميه 194 مليون. به دكتور انت قلت تشوفوا برشا يقول لكم حبوا على حاجه نعملوها، لكن ايضا تتابع في التعليق على مواقع التواصل الاجتماعي برشا عباد يقول لك احنا ما عادش ندفعوا فلوس لما يخرج رئيس توا عبد السلام اليونسي، ما عادش عندهم ثقه فيه العباد. باهي صحيح هو عندهم الحق الناس يقولوا هكا، ولكن اذا الفريق باش يمشي للقسم الثاني ولا القسم الثالث ما نقعدوش احنا وهو موجود، كيفاش باش نعملوا احنا؟ اليوم احنا ماناش مشكلة شخص ولا اللي هو، اليوم عندنا فريق قدامنا قاعد ينهار، يلزمنا الكل نحطوا اليد في اليد. ما انا ماش مشكلتنا احنا، احنا مشكلتنا نحبوا الفريق نتاعنا يبدا موجود بين الفرق الكبرى، هذا اللي حشتنا الهدف نتاعنا اليوم. اليوم انا ماذا بيا راي يعني كان الديون تخلص ولا اذا ما خلصتش الديون ايش نعملوا احنا لهنا؟ شنو يعني الجواب نتاع الناس اللي يقول لي انا اليوم ما نعطيش حتى اذا هو يقعد موجود ولا الفريق ينهار وين نمشي واحد؟ دكتور اجراءات الاجراءيه كيفاش باش تكون؟ اليوم مثلا نقولوا عندنا زاد 12 مليار ونص، كيفاش بتصير الامور الاجراءيه؟ تراخيص من البنك المركزي؟ هذيك كل شيء سهل، يعني احنا نجموا نتصلوا بالجامعه التونسيه وعندنا يعني مسؤولين زاد ناس عندهم اتصال بالتواديع الجاري ونجموا نعرفوا النادي وين ماشي وساعتها تخلص، يعني المشكله مش في كيما هو مو جوستومون في النادي الافريقي حتى هذا ولا مشكل؟ معناها انت تعرف الميركاتو اللي فات ما تاهلوش للاعبيه على خاطر التراخيص هذه ولا؟ هي بشويه كيما ترى انت توا سي حمادي بوتبيع يعني يعني مليار و100 للجامعه يعني من غير ما تعدى بحساب النادي. يعني اليوم اذا النجم ساعتها نطالبوا بالجامعه ولا هو تحل لنا زاد الرقم الحساب الجاري اللي كان معمور بتاع فليتيج ونشوفوا الديون الفيفا وتكون هذيك يعني ممثلنا.
يعني ماهيش مشكله هذيك المفيده، اعطينا نلقاو الموارد. الموارد هي الصعيبه. ساعتها الاجراءات باش تكون سهله، اعطينا تو الموارد. ينجم يجي شخص عنده الفلوس ينجم تو يخلص علينا. يعني ماهيش مشكله هذاك. واضح. كيفاش كان التفاعل من فما عباد ويعدينكم مونطون معينين خاطر انتم عملتوا ذلك؟ والله ما فماش، اما نشوف ان الجماهير قاعده تتحرك، يعني نشوف في الحساب الجاري نتاع البنك الناس قاعده تسب، في الحساب الجاري البريدي قاعدين يسبوا، وفي البوابه الرقميه، يعني شيء يشجع هذايا، ويعني حاجه باهيه، وان شاء الله نوصلوا يعني باش نعاونوا الفريق نتاعنا، يعني ماهمش باش يخلوا. انا نشوف يعني صعيب باش تلقى 12 مليار ونص، ولكن عندك زاد سبونسور نتاع القطريه تلقاه موجود الثاني، القسط الثاني، وعندها زاد الفريق عنده دعم من الوزاره، زاد راهو موجود يعني اعتمادات من الوزاره موجودين. هذا النجم الفريق يعني المسؤولين ينجموا يلموا الموارد هذه. سي محسن انت ما نخلصوش احنا نلموا اثنين ثلاثه اربعه ينجموا يعاونوا الفريق توا. انت تعرف اكثر مني سي محسن، ظهر لي الدعم تاع الوزاره مربوط بالتقارير الماليه وجلسات العام يكون مصادق عليها، كيف كيف القطريه الله اعلم العباد ما عرفش ما شيء، وصلوا ما وصلوش الفلوس وينهم؟ نحاولوا اليوم بالجهد اللي عندنا بالجماهير اللي موجوده، تعرف عملناه ولموا 6 مليارات، تعرف جماهير النادي الافريقي يقول لك لامبوسيبل ني باك لوبيست، يعني مستحيل مش افريقي، ان شاء الله هذا يتبلور في الايام الجايه ان شاء الله. ان شاء الله، لان اليوم عندنا ما فما حتى حل. زاد ندعو رجال الاعمال باش يعاونونا، يعني الجماهير زاد هي عندها عبء كبير ولا عليها، وزاد نعرفوا اللي زاد رجال الاعمال فما ظروف اقتصاديه صعيبه، ولكن نعرف الناس اللي يحبوا النادي الافريقي ينجموا يمدوا اليوم يد المساعده للفريقهم، لان ما ينجموش ما ينجمش الفريق النادي الافريقي يقعد في الوضعيه هذه الحرجه. احنا نطلبوا كان ان شاء الله تخلص الديون الفيفا ونرتاحوا من الكابوس هذا، واذا ما خلصتش هذا مش باش نقعدوا احنا مكتفين ايدينا، الناس الكل نحطوا اليد في اليد، وان شاء الله نمنعوا الجمعيه نتاعنا، وكهو احنا نيتنا صادقه، الثقه موجوده، الشفافيه موجوده، وان شاء الله نمنعوا الجمعيه وكهو. خلينا نستغل فرصة وجودك سي محسن معايا. مثال تعرف فما جلسة عامة انتخابية دعت لها الهيئة، وكيف كيف فما جلسة انتخابية دعت لها الجامعة، ما نعرفوش هنا الإشكال القانوني الساعة، لكن حنا نعرفوا هل ينوي محسن طرابلسي ترشح لرئاسة النادي؟ والله هذاك آخر اهتمامي، نحلف لك أنا، لأن أولاً العمل نتاعي يعني في المستشفى ما يسمحليش، وكرئيس قسم استعجالي وعندي مسؤوليات أخرى، وتعرف يعني ضغط قوي خاصة الوقت، وهذا الكل يعني يلزم النادي الافريقي اللي باش يلزمه يتفرغ 100%، هذا ما ينجمش يكون. وزيد انا لكن انا حاجة المهمة، يعني كل هيئة موجودة الا احنا نكونوا داعمين، يعني ان شاء الله يعني الموارد اللي باش تكون باش تديك الدعم كل هيئة موجودة، يعني اللي باش تخدم النادي الافريقي احنا نعاونوها، يعني ما فماش مشكلة. واذا انا وجودي باش يكون في الهيئه باش نعاونوا الهيئه هذيا، انا زاد انا ما 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 نتقلقش، لكن باش نكون على راس النادي صعيب برشا، لان مسؤوليه كبيره اول حاجه، يلزمها برشا مستحيل، يلزمها برشا تضحيه، وهذا يلزم يعني كما تقول انت، وزاد موارد ماديه تكون موجوده برشا، صعيب خاصه في الوقت الحالي. صعيب ولا مستحيل؟ لا مش مستحيل، مستحيل فما امكانيه، ما فما حد شيء ما هو مستحيل هو في الدنيا هذيا، لكن الانسان يكون واقعي في مواقع الواقع. انا يعني قلت لك يعني من يعني عندي مسؤوليه كبيره في المستشفى هذي، هو اللي اكثر عائق عندي انا. واضح، يعطيك الصحه. شكرا لك دكتور محسن طرابلسي على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص البادره نتاع التحالف من اجل النادي الافريقي اللي قاعدين تقوموا بها، ولطخه الفيفا حسب ما سميتوها اكيد. كراكاش فيفا. مازلنا متواصلين معاكم في فير بلاي حتى لما 3:30 مكملين. بعد شويه نحكيو هون باش يكون معنا اللاعب الدولي السابق صاحبي بن عزيز، نحكيو على مقابله المنتخب اليوم ضد منتخب النمسا وتقييم ومشاركه المنتخب التونسي في المونديال.